أول يوم من شهر رمضان المعظم، وحنا نوجد الآن في مقر ديال الجمعية ديال رياض الأمل اللي تتكفل وتتم بواحد الفئة واحد الشريحة من المجتمع المغربي، ألا وهم الأطفال والشباب ديال الشوارع. كنا كرياضيين ندخلوا تحنا بالعطاء ديالنا ونجعلوا نفسنا في خدمة المجتمع المدني، يعني وهذا شيء عظيم تيخصنا بطبيعة الحال نساندوا يعني كل عمل من هذا القبيل. وإحنا حاضرين اليوم وعلما بأنه إحنا العطاء ديالنا هو من نوع ديال الرياضة، كنا جمعناها الأطفال.